ست نيو انتريز هالجمعة بالأوفيشال لبنيز توب 20. سمعنا لهلا ثلاثة منهم، الرابعة بالنمبر 12. أنا سعيد كتير لأنه هو موجود معنا. من عن مين عم نحكي؟ أدونيس عقل. He is with us in the studios. أدونيس إذا بتتذكروا بلش مسيرته الفنية بأول الثمانينات، ومثل ما قلت لكم هو معنا موجود بالستوديو. بونسوار أدونيس، كيفك؟ وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأوفيشال لبنيز توب 20. كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله كثير. بعرف كثير بتسافر هلا بلبنان هالفترة، فأكيد استفدنا من ال من التشانس. وطيب خبرنا، بعرف انه انت مثل ما هلا كنت عم بقول بلشت صار لك فتره منك اذا بدك جديد على الساحه. اذا هيك بسالك شوي عن اهم محطات بمسيرتك الفنيه لهلا، شو فيك تخبرنا عنها وعلى ذوقك؟ اكيد بالثمانينات احنا بالحرب بلشنا، هي سنه 80 كان شيكي بابا. اوكي. كلمات والحاني من 33 تور، كان زمان ال بي 33 مضبوط، 45 تور 45 سنجل، وبعدين يجي الالبوم. اوكي. كان قلبي لك يا صغيره شيكي بابا، كان كثير 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 نجحت. اوكي. بعدين عند استاذ ياسر الرحباني، مش قادر انسى حبه، كان ميشيل العنابي، بدنا نزور العالم. انا كثير بحبه الاستاذ ياسر مهضوم، ان شاء الله يكون هو كمان سمع. بيعرف ينقي لك على ستايل صوتك، يعني مش انه مش انه بيفرض عليك، بيعرف ذوقه حلو. سو قبل ما سجلت معه قعدت معه نصحك وهو نصحك فظيع، يعني بيقرا لك بسيكولوجي تبعك شو بيلبق لك صوتك مثلا. اوكي. بعدين مع سمير صفير خضر رسائل برحالي، كان اسطواني كمان. اوكي. بعدين اجى التسعينات، كان كتير ات واز هارد، يعني كتير كان ضرب وعنف. فضلت تسافر؟ فضلت تسافر؟ فضلت تسافر غصب عني، مش لانه انا مش من هول بحب الحرب، يعني طبعي هيك. اوكي. رحت على مصر. يا ريت كلهم مثلك. العكس تمام، اذا بتسال مين ما كان بالطبع يعني مشكل. anyway. اوكي. رحت على مصر بتصور؟ رحت على مصر كمان، كان بتعرف زمان كان في محمد فوزي وفريد الاطرش، كنت بتاثر فيهم. انا الستايل القديم كنت حب اللون هيدا هيك الاستعراضي، الاغاني كريم محمود هو لي. رحت كمان كاختيار، بس ما كنت ناوي اقيم يعني اقامه كامله هونيك. بعدين زادت سنين بعضها يعني قعدنا هونيك. على كل حال ان شاء الله ترجع، وترجع اكيد ببلدك، ببلدك لبنان. خبرنا شوي عن هلا، بدي بس هيك ما بعرف اذا عم بتلاحظ عم بتتابع شوي شو عم بيصير. كتير فنانين اليوم عم بيرجع بيسجلوا اغاني قديمه، عم بيعملوا لها هيك بلون جديد، بطريقه جديده. هل انت فكرت ترجع تجدد شي غنيه من اغانيك، اما بركي لحدا لفنان تاني؟ لا لا، عملت انا ستايل جديد لالي، غنيه جديده هي ليديز، بعدتها لصوت الغد انا. اوكي. وكان فيها ميشيل العنابي، عملها ستايل جديد يعني مع دويتو، كتير حلو، فيها فرنساوي وانجليزي وعربي، لانه انا كتير بحب موضوع انه انفتاح على العالم هيك، انه كل العالم يسمعوا لغات يعني. كان اسمها هي ليديز، بعدها جديدة يعني، ما بدها تنزل على من بعد سيدي تبع جديد، من بعد شارع الكندرجية. لا هيدي قبلها. أيه. بس هني على نفس سيدي، على نفس سيدي، على نفس سيدي، هودي كلهم عم يشتغلوا، صاروا شي خمسة. طيب. سو ما في عندك هلا تجديد لحدا، عندك هذا السيدي مبدئيا رح تنزله. طيب خبرنا شوي عن هالغنية بالضبط يلي هي هلا بالنمبر 12 فايتة معنا، نيو انتري نمبر 4. انت صار عندك هيدي ثالث غنية لإلك على كل حال بتفوت بالأوفيشال لبنيز توب 20. شارع الكندرجية عن شو وليش وعلى ذوقك؟ خبرنا شوي عن هالغنية. إذا بتتذكر أزنبور زمان وإديت بياف كانوا يشتغلوا نفس الستايل هذا اللي هو بغنوا دايما حفلات، وكان جاي أزنبور على هون على فيستيفال جوني. عم نحكي السنة الماضية بالصيف. بالصيف. بالصيف هذا كان كتير حلو، أنا حضرته. بس هو مع الأسف كان في حوادث بطرابلس، أنا جيت مزبوط مزبوط كان شان شروفه. عجبني كتير الستايل برا، ساكسفون كونتر باس بيقعدوا وعم بيعملوا افور كتير، شباب حلو. بس مع الاسف انه كان في حوادث بطرابلس، الناس مش مبسوطه من قلبها يعني. اوكي. عم بمرق بالهيدا حد ستارت شارع المينا، عم لقيت شارع كتير صغير مثل كان هيك، بذكرني بكان، اشتغلنا بكان مع ست صباح وسيد وغير صافي. طلعت عم شو هالشارع ده بجنن، ما كان يطلع من راسي. شفت الاستوري طبعا انه اصلا كان اسمه شارع الكندرجيه،
لكن دانجي مرتبطه بالاستوار دي زانفون هيك مثلا كوردونيي سابوتيي نو ساندريون. عجبني كتير الاسم الاسم القديم. ولقيت بالليل في بيسترو بيقعدوا هيك شباب بين الديجان والجالسون ديجان في ديجان جالسون هيك. عملت اخذت معي وقت كتير لقدرت ترجمت الاستوار تطلع هيك نعمة يعني. هلا ليه عملتها بالفرنساوي؟ هن الستايل تبعهم هيك فرنش ستايل يعني. كيف تحس ذكرتك بباريس؟ ايه ذكرتني بباريس. وكمان اللبنانية مش بعيد كتير يعني الفرنساوية بتحسهم هيك ستايلش لذيذين. هذه شارع الكندرجية كتبتها. كلماتك اكيد كلماتي والحانك اوكي. توزيع جو عاطف كمان مصري. Alright. أدونيس شو عندك هيك كمان مشاري؟ هلا حكينا عن الغنية اللي بالفرنساوي اللي رح تجي دغري من وراها كمان من ألبوم رح ينزل ألبوم جديد يعني. هلا هي الغنية الكندرجية فيها عربي وفيها فرنساوي نفس الوقت يعني. عرفت كيف هيك يعني عامل بالأول الانترودكسيون هدي عربي وبعدين بالفرنساوي. وشو جاي هلا؟ شو زي بعدين يعني انا عم كمل السنه طبعا عم بشتغل. اوكي سو عم تشتغل على 2013 ينزل سنين على اوكي. ادونيس عائل انا بتشكرك كثير بتمنى لك التوفيق ان شاء الله الغنيه على تقدم يعني. هالجمعه بتفوت معنا بالنمبر 12 ان شاء الله تكون بالتوب 10 ان شاء الله تعجب الناس كمان اكيد. حبيبي بتقدمها على ذوقك غنيه يعني هلا انت هيك على طريقتك. اوكي انا رح اسكت. جو أو فاور جو قاعد معنا الليلة بونسوار جو. قدم مع زواك أدونيس عائل عم بيقدم غنيته الجديدة على صوت الغد ضمن الأوفيشال لبنيس توب 20 وعلى طريقته. شارع الكندرجية ورا شارع المينا بجوني حد البلدية سهراته تحينا. هاي أنا أدونيس عائل عم تسمعوا غنيتي شارع الكندرجية الأوفيشال لبنيس توب 20 مع جون سعد على صوت الغرب. أدونيس عائل. شارع الكندرجية ورا شارع المينا بجوني حد البلدية سهراته تحينا. شارع الكندرجية ورا شارع المينا بجوني حد البلدية سهراته تحيينا. Number 12. Sur les pavés noirs et antiques, des bistros éclairs magiques. Des beaux jeunes vieux libanais et des phéniciennes déesses entremêlent avec tendresse les bisous et les caresses. Chéria el kinderjie wara chéria el mina bjouni hatt el beladie sahratou tahina. Chéria el kinderjie ورا شارع المينا بجوني حد البلدية سهراته تحيينا. شارع المينا بجوني حد